الكلمتين اللي انا هقولهم في الاول دول المفروض ان احنا نقولهم في اخر الفيديو، لكن هنقولهم في الاول علشان نتكلم براحتنا في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. الفيديو بتاع الاسبوع الجاي هيكون تحليل لفيلم مهم جدا كلكم بتحبوه او كلنا بنحبه بمعنى اصح، خد شغل كتير وخد وقت كتير وخلاص قرب يطلع، استنوه. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. لما نيجي السينما سينمانيا، لما نيجي السينما سينمانيا. من ساعة ما اتعرض فيلم جوكر والكلام عنه ما بيخلصش، والجوائز اللي خدها في المهرجانات اللي اتعرض فيها قبل عرضه في السينمات أصلا وبعد عرضه في السينمات، والاختلاف اللي كان موجود عليه ما بين رأي النقاد أو آراء النقاد في أمريكا وآراء النقاد في أماكن تانية كتير وآراء الجمهور في العالم كله، وحتى انقسام الجمهور نفسه عليه مين أحسن، واكين فينيكس ولا هيث ليدجر، الفيلم نفسه كان عايز يقول إيه. بعد كده طبعا كل بقى النظريات والحاجات اللي اتطرحت في الفيلم، هل هو وهم هل هو حقيقة والكلام ده كله، كل ده برضو اتكلمنا فيه في الفيديوهات اللي عملناها عن الفيلم على القناة هنا، وده المفروض إن هو يكون آخر فيديو هنتكلم فيه، لأن الموضوع أكتر من كده هيبقى بوخ قوي بصراحة. الكلام اللي طالع دلوقتي إن دي سي خلاص هتعمل جزء تاني من فيلم جوكر، والمفروض على حسب ما بيتقال يعني إن هو هيكون بيركز على الجانب إجرامي أكتر في شخصية الجوكر من الجانب الإنساني فيه. يعني الجزء الأول كان المفروض بيركز على الجانب الإنساني أكتر وإزاي تطور وتحول أرثر فريك من إنسان عادي لجوكر والشخص مجرم بسبب بقى اللي عمله في المجتمع وسبب الكلام ده كله. بعد ما التقارير دي انتشرت وناس كتير جدا بقى بتتكلم فيها، توت فيليبس طلع رد وقال جملة مهمة جدا، إن الفيلم من أول لحظة بدأ يتكتب فيها لغاية لحظة عرضه كان الاتفاق كله قائم على إن الفيلم عبارة عن جزء واحد بس. وبعد كده طبعا كمل كلامه وقال ان لو واكين فينيكس ودي سي اتفقوا مع بعض على او ورنر براذر يعني اتفقوا مع بعض على ان هيكون في جزء تاني من الفيلم، هو ما عندوش اي مانع وما عندوش اي اعتراض على ده، وهيرحب جدا ان هو يشتغل فيه ويبدا بالكتابه فيه فورا، لان هو حب الشغل المفروض مع الشركه وحب الشغل جدا مع واكين فينيكس كممثل. فكره انك تعمل جزء تاني مبني بس على النجاح التجاري الكبير للجزء الاول فكره اثبتت فشلها فنيا بنسبه كبيره جدا في معظم الافلام اللي اتعملت، لانك ما بتكونش حضر لها من البدايه. ممكن تكون القماشه بتاعتك تستحمل، واه ممكن تكون الفكره بتاعتك تستحمل، وانت ممكن تكون صانع افلام جيد جدا تقدر تعمل ده، ولكن في النهايه اي حاجه بيكون متخطط لها بتبقى ماشيه بشكل منظم جدا ونتيجتها بتكون احسن بكتير من لما بتمشي بشكل عشوائي. وطبعا الكلام ده ما ينطبقش على العالم بتاع دي سي خالص، والنقطه دي للاسف بتاكد اكتر على ان دي سي بقت شركه مش قادره تخطط او تستغل الشخصيات بتاعتها بشكل مناسب. عكت الدنيا جامد جدا في الدي سي يونيفرس، ولما عمل حاجه مبهره زي شخصيه الجوكر او زي فيلم جوكر قررت انها تستثمر النجاح ده اكتر واكتر. ممكن يطلع فيلم حلو، ولكن وارد جدا جدا ان هو يطلع فيلم مش حلو لانك ما اسستلوش صح. تقدر ترجع وتستغل نقط كتير جدا، ولكن ساعتها هتبوظ حاجات كتير جدا حلوه في الفيلم الاول بتاعك. ممكن تبدا تبني باثر رجعي، ممكن تبدا تشيل حاجات وتضيف حاجات، ممكن تبدا هنا تغير حاجات في ملامح شخصيه الجوكر نفسها اللي انت سبتنا معاها في الفيلم، لان هو هيبدا يتطور، هيبدا يظهر له جوانب وابعاد تانيه مختلفه كتير. الأهم من كل ده الجانب السياسي والفروق الطبقية اللي موجودة في الفيلم ده اللي كان مبني عليها الفيلم كله بالكامل، ما بين مشاكل الفيلم مع الرأسمالية وما بين النظام نفسه اللي بيحكم وما بين الكلام ده كله، والإسقاطات بقى السياسية والمجتمعية والإنسانية كتير جدا اللي موجودة في الفيلم ده، إحنا بناخدها كلها ونركنها على جنب ونقول إحنا هنعمل جزء تاني عن شخصية الجوكر. مهما كانت تيمة الفيلم ومهما كنا هنبدأ نتناول الفيلم من أنهي زاوية ومن أنهي وضع ومن أنهي فكر، في النهاية مش هتبقى بقوة الجزء الأول، لأن ما كانش حد مستني منك حاجه في الجزء الاول من اللي انت عملتها. كلنا كنا مستنيين حاجات كتيره جدا وانت كنت واعد بحاجات كتيره جدا، ولكن لما نزل الفيلم قدرت تسيطر على كل مشاهد قاعد بيتفرج بحيث انك انت توصل له الفكره اللي انت عايزها في القالب اللي هو يقدر يستوعبه. دي كانت ميزه فيلم جوكر. فهنا في ازمه كبيره لما تيجي تعمل جزء تاني عن الفيلم، هل هيبقى بنفس التيمه بتاعت الجزء الاول؟ هل هنبقى بنستعرض بروفايل شخصيه؟ ما احنا المفروض ان احنا استعرضنا البروفايل بالكامل وشفنا تحول الشخصيه بالكامل في حاله اذا كان الفيلم حقيقه، وفي حاله اذا كان الفيلم وهم فبالتالي هيكون الجزء التاني اساسا ملوش اي معنى. هي دي المشاكل اللي ممكن تواجه صناع الفيلم ده لو قرروا فعلا انهم يعملوا جزء تاني. ولكن هل مفيش اي مزايا لموضوع الجزء التاني ده؟ اكيد فيه. مبدئيا طبعا اكيد هنبقى مستمتعين كلنا اننا بنشوف الشخصيه مره تانيه بعد ما حبيناها وتعلقنا بيها بالشكل ده، بالذات واننا هيكون عندنا معلومات اكتر بقى عن خلفيه الشخصيه دي، وساعتها هيبدا يثبت لينا ايه النظريات اللي كانت صح وايه النظريات اللي كانت غلط، وايه الاسقاطات اللي احنا شفناها كانت فعلا مظبوطه وايه الاسقاطات التانيه اللي ما كانتش مقصوده. نقطه تانيه كمان مهمه جدا، وهي ان دي سي بالشكل ده هتبقى بتفتح لنفسها عالم جديد مختلف عن العالم القديم اللي هي فتحته بالفعل، اللي في ناس كتير شايفه ان هو مليان بالاحباطات ومليان
ومليان بالإخفاقات، هنا هتبدأ تبعد عنه شوية وهتركز أكتر على عالم تاني وضعت الأساس بتاعه بشكل صح وهتبدأ تبني عليه. ودي حاجة تخلينا نتفائل شوية بإننا ممكن نشوف بعض المشاريع اللي كانت دي سي هتعملها في فترة من الفترات ولكن وقفت، زي فيلم باتمان يير وان اللي كان عايز يعمله أرنوفسكي ويتعمق أكتر في الدارك بتاع شخصية باتمان وفي تفاصيل شخصية باتمان، نفس الطريقة اللي ناقش بيها توت فيليبس شخصية الجوكر، ونبدأ ناخد شخصيات من الكوميكس ولكن مش بقصص الكوميكس، نبدأ نحكيها بشكل واقعي أكتر وبشكل حقيقي أكتر، ونبني عالم كامل على فيلم بالأساس نجح وكان فيلم جيد جدا جدا وهو فيلم جوكر. دي ميزة كبيرة جدا انك ساعتها هتبدأ تجذب ممثلين كبار جدا وتبدأ تجذب صناع افلام كبار جدا، واحد زي ارنوفسكي اللي زي ما قلنا كان هيشتغل في الفيلم ده وتوقف، لو الراجل ده رجع تاني واشتغل في فيلم تاني زي باتمان يير وان، ونبدأ نشوف تاني ايه من شخصيات دي سي اللي ينفع نعمل لها افلام واقعية، شخصيات ما عندهاش اي قدرات خارقة، ما عندهاش اي حاجة غير طبيعية، ونبدأ نناقش ده ونشوف ازاي الشخصيات دي لما بتتحط في المجتمع هتبدأ تتفاعل معاه. شخصية باتمان دي شخصية واقعية جدا ينفع تحصل، اننا زي ما قلنا لو حد معاه فلوس كتير جدا يقدر يعمل باتمان، لو حد حصل فيه نفس اللي حصل مع أرثر فليك ينفع يبقى جوكر. عشان كده حتى قلنا ان الفيلم مش بيخاطبك انت شخصيا، هو بيخاطب الجوكر اللي جواك. نفس الفكرة على باتمان، هنبدأ نشوف شخصياتنا اللي احنا بنحبها من واحنا صغيرين ازاي الشخصيات دي نتعمق اكتر في تفاصيلها وفي الجوانب النفسية جواها. برضو شخصية باتمان شخصية غنية جدا، شخصيات كتير جدا عند دي سي نقدر ناخدها من عالم الكوميكس ونحطها في العالم الحقيقي. دي كده كل حاجة نقدر نتكلم فيها عن الجزء الثاني من فيلم جوكر لو فعلا تم تنفيذه. مزايا كتير جدا هتبقى موجودة في الفيلم ده، عيوب كتير جدا هتواجه توت فيليبس لو قرر ان هو يعمل الجزء الثاني من الفيلم ده، ولكن في النهاية السينما هي السينما، كل فيلم هيفضل مستقل بذاته حتى لو كان جزء تاني لفيلم اول ناجح جدا. ولحد هنا وخلص الفيديو، لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واشترك في القناه، والاهم من كل ده ان انت تقول لي تحت في الكومنتات رايك في فكره عمل جزء تاني لفيلم جوكر، وتتابعنا على فيسبوك وباز، واشوفك الفيديو الجاي.